في هذه الأثناء يعني التحضيرات تجري على قدم وساق لتحضيرات كبيرة للإرباك الليلي وبوتيرة أعلى وأكبر. بالرغم من إخلاء المستوطنين لبؤرة أفيتار، إلا أن شبان بلدة بيتا لا يعنيهم هذا الاتفاق بين حكومة الاحتلال ومنظمة شاس الصهيونية المتطرفة حتى يقوموا بإزالة كافة البنايات عن البؤرة وتسويتها بالأرض. يعني حاليا الشبان يقومون بتحضير الاطارات المطاطيه بكثافه واشعالها ناحيه البؤره الاستيطانيه، علما انها خاليه من المستوطنين، لكن هناك تواجد كثيف لجنود الاحتلال لكي نوصل رساله لجنود الاحتلال بان اهالي بلده بيتا لا تعنيهم هذه الاتفاقيات ولا يؤمنون بحكومه احتلال ولا بقضاء حكومه احتلال، انما يعنيهم ما يشاهدونه على ارض الواقع من ازاله تامه لهذه البؤره الاستيطانيه من على سفح الجبل. طيب الآن إذا يستمر المستوطنون بإخلاء بلدة بيتا، هل ما زال هناك أعداد من المستوطنين داخل البلدة؟ لا بالطبع، يعني البارحة قام المستوطنون بإخلاء البؤرة بشكل كامل، وقد قاموا بإخلاء البؤرة على شكل سيارات تخرج واحدة تلو الأخرى، ليس على شكل مجموعة، لكي لا يعطوا الفلسطينيين في بلدة بيتا لكي لا يعطوهم يعني طعم النصر. وقد قاموا بإخلاء البؤرة واحدا 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 وليس على شكل مجموعات. لكن الآن البؤرة خالية من المستوطنين بشكل كامل، إنما هناك تواجد جنود الاحتلال، وحاليا الشبان يقومون بمواجهة جنود الاحتلال عن طريق إشعال الإطارات المطاطية وعن طريق استدراجهم من المنطقة قريبة من الشبان حتى تكون هناك مواجهة من مسافات قريبة. يعني فقط قوة الاحتلال ما زالت متواجدة الآن؟ نعم بالطبع، فقط تواجد لقوات الاحتلال طيب بناء على اتفاق كان بين الحركة الشاسة الصهيونية وبين الحكومة، يجري بعد العمل على 6 أسابيع، يعني حتى يستطيعوا مثلا معرفة ملكية الأرض، وهم يحاولون يعني الدخول مدخل غير قانوني، بما أن حكومة الاحتلال دائما يحاولون الوصول إلى ثغرات، وهم بذلك يريدون الوصول إلى قانون ثغرة، قانون الأميرية المستخدم في فترة الحكم العثماني، أي أنه إذا لم يقم سكان المنطقة بخدمة هذه الأراضي فإنها تتحول لأراضي دولة، علما بأن هذه المنطقة كانت نقطة عسكرية من قبل، ولم يكن مسموح لسكان بلدة بيتا الوصول لهذه النقطة، حيث كانوا واجهوا بإطلاق كثيف للنيران عليهم إذا كانوا يريدون خدمة أراضيهم. لو سمحت، هل يمكنك تحريك الكاميرا قليلا لكي نطلع أكثر على المشهد إن كان هذا ممكن؟ طبعا نعم بالطبع، أي من خلفي كما تلاحظ الإطارات المطاطية، قوم الشبان بإشعال الإطارات المطاطية باتجاه البؤرة، وهنا عدد كبير أيضا من الشبان يكونوا بالتحضير لليلة ساخنة من الإرباك الليلي في هذه الأثناء. طبعا البارحة كانت هناك مواجهات عنيفة جدا، حيث أصيب المئات من المواطنين، منهم من أصيب بالرأس، 2 منهم بالرأس، إصابات خطيرة كانت، لكن بفضل الله تعالى وصلوا للمستشفى وهم الآن بحالة صحية جيدة. وكان هناك العديد من الإصابات المطاطية، قرابة 70 إصابة بالرصاص المطاطي. في هذه اللحظات إذا أنت تشاهد أخي العزيز هذه الإطارات المطاطية باتجاه البؤرة وجموع الشبان في هذه المنطقة أيضا، وهناك وحدات الرصد والمطالعة لمعرفة أماكن الجنود بالضبط، ولكي يستطيعوا يعني يتسنى للشبان معرفة أماكنهم حتى لا يباغتوهم وحتى لا يكون هناك أضرار على الشبان. طيب كما تفضلت حضرتك منذ قليل أن المنطقة خالية من المستوطنين وفقط هناك تواجد لقوات الاحتلال، كيف يمكن وصف تعاطي الاحتلال في هذه الأثناء؟ هل هناك إجراءات استثنائية ربما قامت بها هذه القوات؟ نعم، قوات الاحتلال يعني متمركزة بشكل كبير حول البؤرة الاستيطانية حتى لا يستطيع الشبان الصعود إلى البؤرة الاستيطانية وإحراقها، لأنه كانت هناك تواجد شبابية بالوصول إلى قمة الجبل وإحراق كل هذه الكرفانات، إلا أن التواجد الكثيف لجنود الاحتلال في المنطقة يمنع الشبان من الاقتراب لمسافات قريبة جدا، بينما أن يعني الجنود الاحتلال معنيين بإزالة هذه البؤرة الاستيطانية لأنها تشكل يعني نقطة مواجهة ساخنة مع شباب البلدة، وتشكل خطر على الشوارع الالتفافية، وتشكل أيضا خطر على تنقلات المستوطنين على هذه الشوارع، حتى تكون شبان البلدة دائما باستهداف المستوطنين على هذه الشوارع، وهذا بالنسبة للجيش أمر خطير جدا كونه يعني يشكل عقبة أمنية في وجه جيش الاحتلال.